السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وإخواني، أتمنى أنه تكونون بصحة جيدة. اليوم عندنا أسئلة جدا كثيرة، راح أحاول على مدى الساعة القادمة أنه أجاوب على أكبر قدر ممكن من الأسئلة اللي وصلتني، وراح أحاول أيضا أنه أجاوب على الأسئلة اللي راح تسألوني إياها الآن اللي داباوعها على الشاشة قدامي، وإن شاء الله تكون ساعة مفيدة للجميع. يعني هو هذا الهدف الأساسي من كل هذا العمل، الهدف الأساسي أنه نقدم معلومة مفيدة للآخرين عن الصحة النفسية، عن الأمراض النفسية، وحتى عن العلاقات الاجتماعية، لأنه أنا دا أحصل فد أسئلة كلش كثيرة عن هذا الموضوع، موضوع العلاقات الاجتماعية، فيمكن راح نحاول أيضا نحكي عن هذا الموضوع لأنه هذا موضوع جدا مهم. فنبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ونبدي نحكي، يعني نبدي نجاوب عن بعض الأسئلة اللي وصلتني خلال الأسبوعين الماضية. وطبعا أنا أيضا وصلتني أسئلة كثيرة عن الأطفال من الدول العربية، ومثلا يعني أسئلة متعلقة بالعصبية، أنه الطفل عصبي، أنه الطفل يعني يكذب كثير، فأيضا شنو النصيحة وشون نتعامل مع هاي التصرفات عند الأطفال. فإن شاء الله راح أبدي يعني أحكي عن هذا الموضوع الآن. طبعا الكذب عند الأطفال وصلتني أسئلة كثيرة عنه، يعني فد موضوع جدا واسع، يعني الطفل يكذب لأسباب متعددة. فأحيانا بعض الباحثين اعتبروا أنه الطفل لما يوصل إلى مرحلة يبدي يكذب بيها، فهذا دليل على أنه هو دينمو نمو صحيح، وراح أشرح لكم ليش. لأنه الطفل لمن يبدي يكذب فهذا يعني أنه قد وصل إلى مرحلة يسموها علماء النفس، يسموها إدراك يعني نظرية العقل، أو يعني يصير عنده awareness مال theory of the mind. فأنه لمن يوصل الطفل لهذه المرحلة يبدي يعرف شلون ممكن الآخرين يفكرون، وبالتالي يحاول يكذب عليهم، يحاول يخدعهم. فمثل ما قلت أنه بعض الباحثين يقولون أنه لما يبدي الطفل يكذب حوالي بسنة، يمكن سنة 4 سنين 5 سنين، هذا يدل على أنه دي يتطور الوعي عنده، ودي يصير قادر على إدراك على أنه الأشخاص المختلفين عندهم أفكار مختلفة، وأنه أنا أقدر ممكن أقدر أخدعهم. لكن طبعا الكذب هو عادة ذميمة، عادة غير يعني غير مقبولة بالمجتمع، فشون تتعامل مع الطفل مالتك إذا بدأ يعني يكذب؟ فطبعا هناك أشياء كثيرة، أولها وأهمها العقوبة، يجب أن يعني ما تكون بالضرب، ما تكون بالصراخ. أكو فد مسألة مهمة جدا يقولون عليها علماء النفس، أنه أحيانا أنت لما تعاقب الطفل بالصراخ والضرب بدون ما تقول له أنت ليش عاقبته، فهو أبدا ما راح يعرف أنت ليش تسوي هذا الشيء بيه، يعني هو بس راح يعرف أنه أنت تعاقبه وتضربه وتكون قاسي جسديا ونفسيا عليه. فأنت أول شيء لازم تفهم الطفل أنت ليش تضربه، أو يعني أنت ليش تعاقبه، عفوا ما أريد أستخدم كلمة الضرب لأنه هي ما مقبولة تماما، لكن أنه أنت ليش تعاقبه، فلازم تقول له أنه مثلا أنا أعاقبك لأنه أنت كذبت، فما أريدك بعد تكذب. فهذا الشيء الأول، فاجتنبوا الضرب، هاي النصيحة المهمة. والشيء الثاني أنه هنا يعني ننصح الآباء والأمهات أنه يستخدمون شارت، يعني لوحة يحطوها بالبيت، هاي اللوحة مثلا بيها علامة صح وعلامة خطأ مثلا، وكل يوم الطفل يسوي في شيء زين تحط له علامة صح، وكل يوم الطفل يكذب كذبة تحط له علامة خطأ، وبنهاية الأسبوع تشوف علامات الصح وعلامات الخطأ، وإذا كانت علامات الصح أكثر من علامات الخطأ تجيب له هدية، أو يعني تطلع برا وتسوي له في شيء حلو. إذا كانت علامات الخطأ أكثر من الصح، فبهذه الحالة يمكن تقول لأني ما راح أطلعك اليوم، أو ما راح أشتري لك اللعبة اللي أنت تريدها، لأنه الأشياء اللي سويتها خلال الأسبوع كانت كذا وكذا وأريدك تحسنها. فاستخدام هذا النوع من أنواع التربية مع الأطفال يجيب نتيجة جيدة إن شاء الله، وهو بالتأكيد يجيب نتيجة أفضل من الضرب اللي ما يجيب أي نتيجة وكل مظاهر سلبية. فهذا الشيء اللي حبيت أقول عن الأطفال.
الشيء الثاني اللي حبيت أيضا أقوله أنه وصلتني كثير من الرسائل، يعني ما تصورون إيش قد، يعني يمكن عشرات الأسئلة عن خيانة الأزواج، عن زوجات يتعرضون إلى اضطهاد وعنف منزلي، عن أزواج متحكمين بحياة الزوجة، يمنعوها أنه تطلع، يمنعوها أنه تستخدم التليفون، يمنعوها أنه تزور أهلها. يعني حقيقة ما كنت أتصور أنه أكو هالقد من الناس ممكن أنه يراسلوني ويسألوني عن هذا الموضوع. وطبعا يعني هذا الموضوع هو ظاهرة اجتماعية أكثر من كونها مرض نفسي. يعني لما الرجل يكون متسلط على المرأة بهذا الشكل ويعرضها لشتى أنواع يعني العذاب النفسي والجسدي والكلام البذيء وعدم يعني عدم الاحترام، يعني هاي ظاهرة اجتماعية غير مقبولة ويجب يعني أنه ما تكون موجودة ببيوتنا. لكن مثل ما قلت كطبيب نفسي أنا يعني لما تواجهني هيك حالة مع المرضى نحاول نستخدم أسلوب النصيحة للزوج، ونحاول أنه مثلا ممكن أنه نشوف شنو المشكلة اللي دا تصير، شنو ضعف التخاطب بين الزوجين اللي دا يؤدي إلى هيك مشاكل. يعني مثل ما قلت أرجع وأقول مسؤولية الرجل مسؤولية كبيرة لما يتزوج، لأنه هو دا يقود بيت، دا يقود عائلة، هو رب الأسرة. فيعني إذا كان هو ضد المرأة ودي يستخدم هذه الأشياء وهذه الأساليب ضدها في يعني في سماع كلام سيء أو في تحديد حركتها، منعها من يعني أنه تزور أهلها، هذا فشيء جدا خاطئ. فأدعو الرجل إلى أنه يعاشر المرأة اللي هو اختارها وتزوجها بالحسنى، وإذا ما قادر على هذا الشيء فيعني ممكن الأهل يتدخلون بهاي المسائل، ممكن أنه كما يعني يقول الدين والعرف الاجتماعي أنه إذا ما صار أكو توالم بين الاثنين ممكن الافتراق أحسن. وأني طبعا يعني أيضا أكره الطلاق وأكره هاي السيرة أيضا، وهو أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكن أحيانا يكون أفضل من معيشة الإنسان في هذا الجحيم الذي لا يطاق وتعرض إلى هذا العذاب. أنا آسف جدا أنه يمكن دا أطيل بهاي الشغلات الاجتماعية والحديث عنها، بس صدقوني والله العظيم يعني أكثر الأسئلة اللي دا تجيني عن هذا الموضوع، يعني شو أسوي ويا زوجي، زوجي هيك دا يعاملني، زوجي مدى يحترمني. فيعني حبيت بس أوجه كلمة إلى الرجال أنه عليكم مسؤولية كبيرة أخواني، والرجولة هي مو بس يعني صوت خشن ومظاهر جسدية، الرجولة هي شهامة واحترام، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. أكو ناس كثيرين يسألوني عن المضادات الكآبة وغيرها من الأدوية ويخافون من استخدامها لأنه قد يخافون من مسألة الإدمان، وأني أقولكم أخوتي أنه بالنسبة لمضادات الكآبة هي لا تسبب الإدمان، أكو مهدئات ومنومات قد تسبب الإدمان، لكن مضادات الكآبة بحد ذاتها بمختلف أنواعها اللي نعرفها يعني مثبطات امتصاص السيروتونين وغيرها هي لا تسبب إدمان، لكن إذا وقفتها بصورة مفاجئة قد تتعرض إلى يعني أعراض جسدية مزعجة. ليش؟ لأنه هذه الأدوية تشتغل على مواد كيميائية موجودة بالدماغ وفي سائر أجزاء الجسم، فإذا تقطعها قطع مباشر يعني يؤدي ذلك إلى حدوث أعراض، خاصة مثلا صداع شديد أو شعور بالغثيان أو اضطرابات بالمعدة أو شعور بالرجفة وغيرها من الأعراض. أحيانا تكون هاي الأعراض جدا شديدة وقد تحتاج إلى أنه تدخل للمستشفى. فمثل ما قلنا أنه هذه الأدوية أدوية مضادة للكآبة لا تسبب الإدمان، إذا وصف لكم إياها طبيب معالج مختص بهاي المسألة فأرجو أنه تأخذوها وتستمرون عليها. فهذه المسألة بالمسألة المضادات أدوية المضادة للكآبة. الآن وصلني سؤال من أخت تقول أنه العنف والعصبية عند الأطفال وتأخر النطق، هل هو عند توحد؟ هل هاي من أعراض التوحد؟ وأيضا يعني مسألة التوحد يعني وصلتني عليها أسئلة جدا جدا كثيرة، مرض التوحد عند الأطفال وعند البالغين. ويمكن إذا أنتم تتابعون الصفحة مالتي على الفيسبوك فحاولت أنه أنزل بعض المقالات عن مرض التوحد، ونزلت أيضا محاضرة للبروفيسور سايمون بارون كوهين اللي هو موجود في كامبريدج، واللي هو قد صمم الكثير من الأدوات التي تستخدم لتشخيص التوحد.
طبعا العنف والعصبية هي ليست من الصفات الأساسية للتوحد. العصبية، الانفعال، التكسير الأشياء، هاي مو من أعراض التوحد. أعراض التوحد الثلاثة اللي يمكن تكلمنا عليها سابقا بحلقة سابقة هي أنه هناك ضعف في التواصل الاجتماعي، هذا الشخص ما يقدر يبادل الآخرين مشاعرهم، ما يقدر يفهم هم ايش يقولوا له، ما يقدر يتخاطب معهم مثل ما يتخاطب الإنسان الطبيعي، نقولها بين قوسين. يعني الضعف في مسألة يعني التخاطب مع الآخرين، الضعف في مسألة العلاقات الاجتماعية أو العلاقات الحميمية، عدم القدرة على أنه يسوون أصدقاء ويصير عندهم أصدقاء ويلعبون مع هذول الأصدقاء، وأحيانا تأخر النطق. تأخر النطق أحيانا أيضا هو واحد من يعني علامات التوحد، بس مثل ما قلنا مو كل التوحد يصاحبه تأخر بالنطق. يعني نوع من أنواع التوحد اللي كان يسمى بالأسبرجر سيندروم، هذا هو يعني يسموه هايلي فانكشنينج أوتيزم، يعني هذا التوحد اللي هو ما عنده اضطرابات باللغة، اللغة مالته سليمة جدا. فيا أختي أنا أقول أنه العصبية اللي تتكلمين عنها أو العنف اللي تتكلمين عنه ليس من علامات التوحد العامة اللي إحنا نعرفها. تأخر النطق ممكن يكون بعض واحد من العلامات. فأنصح أنه لما يكون واحد عنده شك دائما هو أفضل شيء شنو، أنه مو بس نقرأ عن هذا الموضوع وإنما نشوف الأخصائي، لأنه أحيانا لما نقرأ عن الموضوع وإحنا ما عندنا المعلومات العلمية الكافية قد أنه نشك، أنه نشخص الطفل على أنه هو عنده توحد وهو ما عنده شيء. فلذلك أرجوك إذا كان عندك أي شك أعرضي الطفل على الأخصائي وإن شاء الله تحصلين على مساعدة. سؤال آخر، أنا أعتقد هذا السؤال جدا مهم. سؤال هي من أعتقد من أخت من العراق، وأختها مريضة نفسيا. الأخت أعتقد عندها مرض يشبه الفصام، وهذا المرض تقول بأنه الأخت ما قابلة تأخذ أي علاج، يعني ما عندها أي إدراك أنه هي مريضة نفسيا. فراحت على دكتور، والدكتور كتب لها علاج يحطوه بأكل أختها، يعني يخلطوه مع الأكل ويخلطوه مع الشراب. وهذا العلاج هو عبارة عن دواء الريسبيريدون اللي هو دواء مضاد للذهان، وأيضا حطوا معها قطرات لمضاد كآبة اللي هو آيزوبتيل أو الأميتريبتالين، يطوها 10 ملغرامات. وطبعا بدأوا بدواء الريسبيريدون اللي دي خلطوه بالأكل والشراب بجرعة قليلة، وبدأوا يزايدون هذه الجرعة تدريجيا. فهي تقول أنه صار أكو في التحسن، يعني لما بدأت تأخذ هذا الدواء بدون ما تعرف أنه هذا الدواء وتأكل الأكل اللي بيه الدواء، قمنا نشوف أنه أكو في التحسن. بعدها تتكلم عن توهمات وأوهام، مثلا يعني تتحدث عن علامات القيامة وأنه يعني أكو في شيء معين راح يصير بالعالم إلى آخره. فتقول يعني تقول بس أكو في التحسن معين. أوكي، فالأسئلة اللي تقول شو وقت ممكن أنه توصل المريضة، توصل أختي إلى مرحلة بأنه تقبل الدواء بدون ما أنه نحطه بالأكل بدون علمها، زين؟ وشون نشرح أنه هذا عندها مرض وأنه لازم هي تأخذ العلاج؟ فهو هذا السؤال مع الأخت. وطبعا أكو أسئلة أخرى هي سألتها، بس أريد أتكلم عن هذا الشيء. طبعا في إنجلترا ما ممكن أنه تعطي علاج لشخص بدون علمه، يعني ما ممكن مهما كان هذا الشخص مريض وتعبان، يعني أكو فد قوانين معينة لازم تراعيها. فإذا اضطريت أنه تسوي هذا الشيء، خصوصا أحيانا الحالة اللي نشوفها هنا، مثلا مريض عنده مرض ألزهايمر المتقدم أو ما يسمى بمرض الخرف المتقدم وما يقبل يأخذ أي دواء، فإذا نريد نحط الدواء بالأكل أو بالشراب لازم نسوي فد اجتماع مع العائلة، ولازم نكتب
مثل الوثيقة اللي نوثق بها أنه هذا القرار هو قرار وصلنا إليه بعد المناقشة مع العائلة وبعد استنزاف كل المحاولات الأخرى لأنه نقنع الشخص أنه يأخذ الدواء. فأتمنى أنه تكون مسألة إعطاء الدواء لشخص مريض بدون علمه، أتمنى أنه تؤخذ بجدية، لأنه هاي مسألة مهمة جدا وما نلجأ لها إلا في الحالات الشديدة. السؤال اللي تقوله الأخت، إيش وقت يصل المريض إلى درجة من الإدراك بحيث يتقبل أنه هو عنده مرض نفسي ولازم يستمر على العلاج؟ أنا أقول أنه يعني أنا ما عندي فد نسب معينة، بس أنا أقول أنه نسبة كبيرة من المرضى خصوصا بمرضى الفصام يوصلون يعني إلى 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 استنتاج أنه هم محتاجين العلاج، ويأخذون العلاج بدون قصر، بدون غصب، وبدون أنه نحط العلاج بالأكل أو الماء أو غيره. فأنا أقول يمكن يعني غالبية من المرضى راح يتقبلون العلاج، وأهم شيء أنه أنتوا تستمرون يعني بتشجيع الشخص على أنه يأخذ العلاج، وتفهموا أنه هذا العلاج هو أنتوا دتطوه إياه على مود يتحسن وعلى وهذا هو الغرض منه. زين، فيعني دائما يعني شجعوا الشخص على أنه يتقبل العلاج، ودائما كونوا يعني مساندين لهذا الشخص. وإن شاء الله يا أختي أنه أختك تصل إلى هذه المرحلة من الإدراك بحيث تتقبل هذا العلاج، وما تضطرون أنه يعني تضعون العلاج بالأكل أو الماء. تقول السؤال الآخر، تقول هل أنه هذا المرض وراثي، يعني مرض الفصام هذا هل هو مرض وراثي؟ طبعا لما نتحدث عن أمراض النفسية، مثل بالضبط لما نتحدث عن أمراض الضغط، ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع السكر في الدم، لا يوجد سبب واحد لهذه الأمراض. يعني ما نقدر نقول أنه كل أمراض الفصام أو التوحد هي أمراض وراثية، هو أكو مجموعة من العوامل. الوراثة تلعب دور، التربية تلعب دور، البيئة اللي نما بها الشخص أيضا يلعب دور. فبالنسبة لأختك أختي العزيزة، يعني طبعا الوراثة تلعب دور لكن ليست هي السبب الوحيد لمرض النفسي عند أختك. طبعا احنا نقول انه اعتقد نسبة الفصام يعني بمجموعة من الناس هي 1%، يعني 1% من الناس معرض للإصابة بمرض الفصام، لكن إذا أكو تاريخ مرضي عائلي بمرض الفصام ترتفع هاي النسبة يمكن إلى يعني 5% أو حتى يمكن إلى 10%. فالنسبة ترتفع إذا كان نسبة إصابتك بالمرض نفسي، ترتفع إذا كان أحد أقاربك وخاصة أقارب من الدرجة الأولى لديه مرض نفسي. لكن مثل ما قلت، هذا مجرد عامل يمكن من 100 عامل ثاني، فلا تخافون. ويعني أهم شيء الإنسان يركز على أنه يعيش حياته بحالة يعني من التفاؤل، وحالة من التركيز على الأكل الصحي والتمارين الرياضية وغيرها من الأشياء الجيدة. نعم، أكو بعض الناس يقولون شنو الفرق بين فرط الحركة وانعدام أو تشتت الانتباه عند الأطفال، وبين أنه طفل هو وكح، هو مجرد طفل يعني عنيف وحركته زايدة. هناك فرق جدا كبير أخواني. اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال بـ 18 علامة، 9 من هاي العلامات هي علامات فرط الحركة، واللي تشمل أشياء كثيرة، مثلا أنه الطفل ما يقدر يقعد في كرسية لفترة طويلة، الطفل ما يقدر يوقف في سرة مثلا، ما يقدر ينتظر، ويعني حركته جدا يعني شديدة. وتسع من هاي الأعراض متعلقة بتشتت الانتباه، يعني الطفل مثلا ما يسمع، يكرر الأخطاء دائما، ما يسوي الواجب المنزلي، ينسى الأشياء مالته دائما يعني بكل مكان. فمثل ما قلت أخ كامل، اضطراب فرط الحركة بـ 18 عارض من الأعراض. حتى نشخص هذا الطفل إذا كان هو عنده اضطراب الحركة أم لا، يجب أنه تكون عنده تقريبا 12 علامة من علامات هذا الاضطراب اللي هي 18 علامة.
طبعاً الانفعالات اللي أنت توصفها اللي هي يعني مرة كلش هادئ ومرة كلش منفعل، أيضاً أنا ما أعتبرها هاي فد شيء كلش طبيعي بهذا العمر، فأيضاً هذا فد سبب ثاني إلى أنه هذا الطفل يتم تقييمه لمسألة فرط الحركة وتشتت الانتباه وهو في هذا العمر. وطبعاً أكو الكثير من يعني من الأشياء على الإنترنت اللي تقدر تقراها عن فرط الحركة عند الأطفال، وتقرأ شنو هاي 18 عارض من الأعراض، وتشوف أنه هل أنه هذا الطفل عنده هاي الأعراض أم لا. فالشغلة مهمة جدا دكتور كامل أنه لازم تكون هاي الأعراض موجودة في مكانين في نفس الوقت، يعني لازم يكون هذا الطفل دي يسوي هاي الأشياء بالبيت والمدرسة. إذا دي يسوي هذه الأشياء بالبيت فقط بس ما دي يسويها بالمدرسة، هذا من المستبعد أنه يكون عنده فرط الحركة، لأنه فرط الحركة لازم تكون الأعراض موجودة في كل مكان يروح للطفل، سواء كان في البيت، في المدرسة، في المتنزه، أو في أي مكان ثاني. اختصاص أطفال طبعاً إحنا في إنجلترا، أعيد وأقولها أخ كامل أنا آسف جداً، بس في إنجلترا هاي الأطفال يسوون ندزهم على طبيب أطفال مختص بفرط الحركة أو أنه طبيب نفسي. إذا تم التشخيص طبعاً موجود علاج، وأكو كثير من المعلومات اللي تساند الأهل في أنه هذا الشغلات اللي أنت ذكرتها يتغلبون عليها إن شاء الله. لا والله أنا اللي ممنون منك، وممنون لكل الناس اللي تابعونا على هذا الفيديو، واللي يعني دزوا التعليقات ودزوا الأسئلة، ومثل ما قلت لكم أنا راح أحاول كل ما أستطيع أنه أجيب عن هاي الأسئلة. وشكرا لكم مرة ثانية، يعني أنا جدا ممتن لكم، وأتمنى إن شاء الله يستمر التواصل وياكم. إن شاء الله لقائنا الثاني راح يكون الاثنين الجاي في نفس التوقيت، توقيت مكة المكرمة الساعة 7 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.